집안일이야, 집안일 아니야. 저를 쉬면 내가 안 돼. 저를 쉬면 내가 السلام عليكم. السلام عليكم، أنا عبد رابحة من مدينة وجدة. شنو المشكلة عندك؟ المشكل اللي عندي واحد السيد، هو كبير ماشي صغير، عايش في هولندا، تزوجت به تقريبا تركي هذه 14 عام، والبنات كيقول لي كل مرة نديهم، الكبيرة عندها 10 سنين، وحدة عندها 9 سنين، وحدة 8، والو ما كاين والو، ما كيقراوش، مريضين من القراية. علاش ريضهم؟ قال لي باش نديهم. يعني دابا غير كيكذب عليك؟ غير كذوب، وكان ما كانش كذب كون داهم. وهو عايش في هولندا وعارف بان الباسبور اذا كمل ما غاديش يدي بناته، هو عارف فوقاش غادي يكمل، يكمل في شهر 10 وهو مشى في شهر 11، يعني الباسبور كامل، قالوا له ما ندي، ما يفوتوش، يخصم واحد لاكارت، ما عارف اش هاد لاكارت. دوك ما بغاش يطلع ولا لا؟ انت دوك كتهضري على الوليدات، ما تنسي يعني هذيك العيشه فاش راكي عايشه هنا. معليش انا فات الوقت ديالي، معليش 7 سنين وانا معاه بلا كارت، غير بالفاتحة، هو داي مرا اخرى، عنده 6 تاع الاولاد، واحد مات، عايشين في هولندا. كيفاش فين عرفتيه؟ فين هو كيعرف با صاحب با، وجابه عندنا للدار، شافني تما دار. يعني هذاك يعني صاحب الوالد ديالك، يعني كان خصو تهلا فيك ماما موت. با مسكين مات، الله يرحمه، مشى تبع خويا وتبعاتو الوالده، صافي ما قديتش، كانت كتصبرني مسكينه، كتقول لي معليش معليش معليش. درك ما خديش. دابا شنو كطالب؟ شنو الحاجه اللي كطالب؟ هاد البنات ضايعين ضايعين، هي اللي كنت تشوف الدار رانا لتحت، رانا بتمن ملايين، وكيجيب فلوسها وما كيرد لهمش، وانا كيجي يضحك علينا. وشحال من مره من مورايا جا خطب هنايا. يعني انت هذيك معدبة مع السيدة بزاف كاع، عييت شكيت شحال مرة من نمشي، عمرو ما جات شي شكاية هنا. فين شكيت؟ شكيت هنا في الشارع، الكوميسارية كبيرة. درت شكاية بهذا؟ درت شكاية واحد المرة ضربني. شنو فيها اللي درتي؟ بغيت غير نهضر معاها، هكا كيجي يسبني، كيقول لي بغيتي رحت الطلاق، انا ما بغيتيش تعيشي هاد العيشة، رحت الطلاق. جد هاد درك هاد العيشة هادي ماشي نتاع واحد، واحدة مزوجة بواحد في اوروبا، واش العيشة يعني هذيك عايشة في براكة كيما نقول؟ واش كتر من براكة، خصوصا من تصب الشتا، خصوصا من طيح. هي البنت الكبيرة كتقول لها ما انا ما نجيش تماكي، كتقعد عند حناها، مع مشات معاه جوج مرات، كتقول لها انا بغيت نمشي، كتصوني لوحتها، هو شحال مرة كتقول له بغيت نمشي معاك. يعني دا البنت الاولى داها وجابها؟ داها جوج مرات وردها لي، ما خلاهاش تما؟ لا. دابا كنت قلتي لي هذاك يعني انت بغيتي جمعيات اللي يدخلوا لك في القضيه. شي جمعيه اللي تعاونني على حساب البنات باش يمشيو ان شاء الله، باش تحسن الوضعيه ديالهم، ما يبقاوش بحال هكا عايشين معايا. انا ضعت دركي، مين ضعت صافي، وهاد البنيات ما بغيتهمش يضيعوا، ما بغيتهمش يضيعوا. انا يعني دابا هذاك عام ما قراوش؟ عام ما قراوش، عام ما قراوش. حاولت انا كتهضري معاه، شنو كيدير ملي كتقول لي؟ كيبلوكيني، يبلوكيني بسيمانه 15 يوم، كان بقى هكا. كنت نمشى غير بالصبر بالصبر، دروكي ما بقيتش قادره نصبر، خصوصا مي مشات امه الله يرحمها. يعني الوالده ديالك هي اللي كانت تصبرك شويه؟ كانت الوالده الله يرحمها هي اللي كانت تصبرنا، وتقريبا الجيران راهم كاع عارفين هاد القصه ديالو، غير بنادم ما كيبغيش يهضر. كان حتاج مشي مرات، كان حتاج خبزه ما كنلقاهاش، حتى كان صوني له ترشق له عاد كيصيفط لي. انت المصروف ما كيصيفطش له البنيات ديالهم؟ ما صيفطهم؟ لا، دركي 3 نتاع البنات بالما بالضو ديالهم بكلشي في 15، كيدير مشي مرات 50000. 500 درهم؟ 50000. واه يا 500. وفي الشهر كيدير لهم 100000، واش هادي تقدهم؟ يعني بها تصرفي، بها الماء وبها الضو؟ بها الماء بها الضو بها كنصرف.
يعني 1500 في الشهر ولا ديال سبت عاد الكسوة ناقصة، الكسوة كيكسيوهم خوالهم، خالتهم هاد المرة جات من فرنسا جابت لهم جوج سيكان، وكتقول معليش صبري معليش صبري. يعني دابا انت خصك شي محامي ولا شي جمعية على برا تكلف لك بالبنيات باش هذاك ان شاء الله يطلع بحال هكا كنتي قلتي لي. لا واه خص بغيت شي حد يعاوني، الناس اللي راهم يتفرجوا المحسنين وداو اختصاص يعاونوك، شنو محتاج؟ محتاجة غير البنات يمشيو ان شاء الله. كيفاش يمشيو؟ راه خصها اجراءات، يعني ما غاديش تقدري انت ديريهم. حتى الباسبور، الباسبورات ديالهم داهم معاه، دروك هما عندهم جنسية هولندية، باش يمشيو مساكن ما يقدروش يمشيو. الجنسية هولندية عندهم؟ واه عندهم باسبور احمر بثلاثة بيهم، انا ما عنديش ما داير ليش. كل مره يجي يكذب عليا يقول لي خصني ندير كاعد مترجم، خصني ندير هذه مترجمه هذه مترجمه، كل مره والو. شنو تبغي تقولي له؟ انا يشوف فيك هو مثلا، لا يشوف فيك، واشنو بغيتي تقولي؟ ما تنقول له الله يجعل ربي يسمح لك، انا بغيتك تديري بناتك، وعذبتني وتكرفست عليا بزاف بزاف، كرفس عليا. شنو كنتي ناوي تعيش هذه العيشه؟ ما كنتش ناوية لحقاش ما كنتش عايشتها، وعمري ما عشتها. كنت عايشة في داركم أحسن من هنا؟ أنا كنت شي وتشوف دارنا، كنت عايشة أحسن من هنا، كنت عايشة بحال هكا. دابا ما كتحش الشتا شنو كدير؟ هو داك الشي كيسيل هكا، كيسيل ليها هكا، يسيلو البيوت، كيسيل داك سبيكة كتهوت الما كيهوت. مين يجي هو هذاك كيجي هنا؟ كيجي لا هنا ما يقعدش، هنا كيقعد جوج دقائق وكيخرج يمشي برا في الزنقه، عايش برا في الزنقه. مين يبات في الليل؟ يبات هنا، كيجي كيبات هنايا، بصح النهار عايشو في الزنقه. بحال مين انا نبغي نهضر ما كيبغينيش نهضر معاه، كان عيا ما نهضر ما يبغسكيش تهضري. بحال يخرج برا شنو اخر كلمة تبغي تقوليها؟ المحسنين الناس اللي راهم يشوفوا واللي هذاك ان شاء الله غادي يعاونوك باش تطلع. نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، واللي يقدر يعاونني بشي حاجة يعاونني غير على حسب البنات، انا ما باغياش شي حاجة، ما باغية والو، حتى الدموع ديالي نشفو، ما بغيتش قد نبكي، بغيت القلب ديالي كيوجعني صافي. حقاش بكيت بزاف هاد 14 عام وانا هكا وصابرة، ما بقيتش غاده صافي، ما قديتش، بقيتش غاده نزيد نصبر. نتمنى بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الدنيا تمشي، ان شاء الله شي محسن ولا شي واحد، شي محامي ولا شي واحد يدخلك في هذه القضيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.